كتشوفوا اخوتي هادو الحوايج جابهم لي واحد الانسان مسكين حسن، نخلي لكم لي ليان في قناه ديال الصندوق الوصف براني جعاوني، هو راه تشوفوا فيديو ديالو ملي غادي يحطوا نبارطاجي لكم في المنتدى. كما كتشوفوا اخوتي جاب لي بطانيه، هي الله يعطيها الخير، ها هي جاب لي كشه، جاب لي الصباط جدادين، ها هما جاب لي بطانيه، ها هي بطانيه هي هذه، جاب لي فوطو، جاب لي بودي، وجاب لي تشاندر، واحد تشاندر هو في بلاستيكه. كما كتشوفوا اخوتي هنايا كنعسوا كما كتشوفوا، ما دابا اصلا ما نقدرش نخرج من هنايا سلس، ما نعرفش حتى فين نستم اخوتي. انتما كتشوفوا شني كاين هنايا اخوتي، تحياتي لكم خوتي وراكم ديما في القلب. وشكرا اخ با حسن، جا مسكين جاب لي كاسه دوره، جاب لي بطانيه خوتي كما كتشوفوا باش تعرفوا كل شيء. انا نخليكم فيديو ديالو في صندوق الوصف باش تاكدوا بان جا عندي بوبراني، نخلي لكم القناه ديالو في صندوق الوصف الفيديو اللي دار معايا، ولكن ما عرفتي واش غيحطوا دابا عاد مشى. مهم وكما كتشوفوا هذه بطانيه مسكين، جاب لي هاد كاسه دوره، هو جابها لي يا خوتي دبرد كما كتشوفوا الخوت ديالي، بلاتي نوريكم كي جاب لي اخر، جاب لي بودي اخوتي دبرد، هو الله يرحم له الوالدين بوبراني، الله يعطيك الخير ابا حسن، والله خيرك عند الله. كما كتشوف اخوتي جاب لي شي صباط هنايا، انا غنفسخ معكم كلشي اخوتي، غنوريكم كلشي، يبقاو معنا اخوتي باش تعرفوا المعاناه ديال المحاذي واحد الانسان عايش في الغربه. وكاع الدراري كتبارطاجيو والله راكم في القلب اخوتي. شو سكين جاب لي الصباط جدادين هما سبردينا كما كتشوف اخوتي، شوفوا شني اخر، الله يعطيه الخير بوبراني، هو جاب لي هنايا فهاد البلاستيكه هادي، جاب لي تشاندر بوبراني، ها هو في ميكا تشاندر، خلي تشاندر هو هذا، جاب لي مسكين فوطه، الله يرحم والدين ديالو، جاب لي فوطه، جاب لي الصباط اخوتي كما كتشوفوا، جاب لي الصباط اخوتي هانتوما اخوتي، الصباط باقي جديد بوبراني، الله يرحم والديك ابا حسن، والله يكثر الخير كاع الناس اللي يسولوا فيا. كما كتشوفوا اخوتي الجوده الشا، ولكن ما كايناش مطيه كطيح شي، وحنا صابرين. اليوم جيت نهضر مع الناس اللي كيبغيوني، الناس اللي كيحسوا بيا، الناس اللي كيقدروني. انا كنقول لكم دائما الله يرحم لكم الوالدين، ان شاء الله قريب غتفرج، ان شاء الله يومين ثلاث ايام ما نبقاش في هذا الموطع، ان شاء الله حس بها. علاش كاينين محسنين، الناس كاع اللي دعموني اخوتي باي بار ولا في اي حاجه، كنقول لكم دائما الله يرحم لكم الوالدين ديالكم، الناس اللي دعموني ولا غيب قليل غيب كلمه الخير هي كل شيء. انا بغيت حاجه واحده، الناس اللي عايشه في مدريد، انا بغيت الخدمه، انا بغيت نخدم اخوتي، ماشي بغيت شي واحد يعطيني شي حاجه، انا بغيت غير نخدم صراحه اخوتي، انا بغيت نخدم. شوف با حسن عدني بهاد كاسه دوره، والله الا اخويا با حسن ربي ان شاء الله بالجنه، ان شاء الله انا كندعي لك ان شاء الله من الله، كما فرحتينا ربي يفرحك والله. راه صعيب اخوتي البرد قاسح، كما كتشوفوا با حسن راه جا وشاف كلشي بعينه مسكين، والله الا تصدم دموعه قفلوا في عينه تصدم ما فهم والو. المهم احنا هنا يا اخوتي غادي نصبر، من الضرب 3 الصباح غنتحرك، ما بقاش هنايا كنستنى غير يتهرس الليل شويه. المهم خوتي اليوم جيت نهضر مع الناس اللي كيبغيوني، جيت نهضر مع الناس اللي كيحسوا بيا، والناس اللي عارفيني حقا انا في هاد الظروف هادي، والناس اللي كيسبوا فيا في الكومونتيرات وكيقولوا انت الطنجاوي كتكذب، انا كنقول لكم كاين الله وهادشي اللي كاين، كاين الله وهادشي اللي كاين. انسان كيحس بك وكيعرفك بان حقا انت عندك ظروف. خوتي انا عام وسبع شهور في الغربه، ما عمري ما بقيت امبان، ما عمري ما تهرس كما تهرس هذه المره، ولكن لا انا حاس بان ربي غادي يعوضها، انا حاس بان غنبان ارجع واحد اخر ان شاء الله، انا حاس بان عندي 3 ايام 4 ايام ما بقاش في هذه الزنقه هذه، من هنا لاربعه ما بقاش ندور انا ان شاء الله باذن الله. وانا كنتمنى حتى ديك الجمعيه ما كنتمناش نمشي لها خوتي، علاش قاسحه بزاف ديك الجمعيه خوتي، بحال اللي كتنعس في الزنقه بحال اللي كتفي الجمعيه، ان شاء الله يسهل لي ربي فشي خدمه. انا كرين راسي وشكرا كاع الناس اللي وعدوني قالوا لي طنجاوي غنشوفوا لك الخدمه. انا هادشي اللي بغيت اخوتي، انا عطيتكم هاد المعاناه ديالي ان شاء الله باش ربي يسهل عليا نخدم، بغيت نخدم اخوتي حيت انا ما كنعرفش الناس بزاف باش نضبها الخدمه. ديكشي علاش كنقول لكم الله يرحم الوالدين ديالكم، ديكشي علاش كنقول لكم دائما الله يعطيكم الخير، الناس ديال الخير دائما الناس ديال الخير. دابا تاكس بان في هذه الغربه هذه كاينين ولاد الناس وكاينين العائله وكاينين الناس يحسوا بك، راه بحالهم بحال خوتك بحال لا فامي ديالك. كنحس بان بالناس كيعيطوا لك من الدار ويثقوا فيك وتاكل معاهم الطعام. شكرا كاع الناس، شكرا شكرا بزاف الانسانه اللي عيطت لي اليوم مسكينه، واحد الانسانه وهي وليدات ديالها مشيت تغديت معاها، والانسان هي والوالدين ديالها والزوج ديالها شكرا لهم بزاف، الله يعطيكم الخير والله. تقوا فيا ودخلوني الدار ديالهم ما كيعرفوني لا والو اخوتي، حطوا لي الطعام فوق الطابله وكليت معاهم في الطابله، وتقوا فيا ومساكن وقفوا معايا وداروا معايا بزاف د الحاجات، انا عمري ننسى الخير ديالهم، اللي كيدير فيا الخير عمري ننساه. حاجه واحده كنطلب منكم،
انا ما بغيت والو، بغيت حاجه واحده، الناس اللي كاينه في مدريد، الناس اللي كاينه في مدريد حاليا، بغيت نخدم اخوتي. انا كنخدم بينتور، كنخدم كاريت بينتور، عرفتو كاريت، وكنخدم بينتورا، بينتورا عادي اخوتي. كاين بعض الخدمات بينتورا انا ما كنخدمهمش باش نفهمكم، بينتورات كاينين بعض الحاجات يلا 2021 دابا خرجوا شي الخدمات، انا باقي ما كنخدمهمش، هذوك باقي ما عنديش الماتريال ديالو. داكشي علاش انا كنخدم بينتورا، وعندي فيديوز بينتورا، وعندي التصاور، وعندي كلشي ديالي، وكنخدم كاريت. المهم اللي بغى، اللي كان شي حاجه النمره ديالي في صندوق الوصف، اللي بغى اي حاجه يدخل عندي. عافاكم اخوتي بالليل اخوتي، ملي كنكون هنايا اخوتي كيكونوا الدراري اونفاصل ليا، ما كتجبدش التليفون، ملي كنشعل الضو التليفون كنبان من بعيد بان راني كاين هنايا. داكشي علاش كنحيد الصوت التليفون اخوتي، وكنحيد شارج التليفون، وكنحيد شنو كتقولوا له نتوما كما كتشوفوا الحوايج دبا حسن الله يعطيه الخير. كنحيد اخوتي كلشي من هنايا، اي حاجه ما كنخليهاش هنايا، صافي كنخبع هادشي هذا، وهاد البطانيه نتغطى بها دابا. عزت عليا فتحها اخوتي، تكرفس هنايا، ولكن انا تكرفس بالطانيه وما تكرفسش انا، واخا تكرفس بالطانيه المهم لي سهله لي، يلاه غنديها نصبنا. با حسن الله يرحم لك الوالدين، والله يكثر الخير ديالك، الله يقوي الخير المحسنين. الدعوات ديالكم هي كلشي، وانا صابر اخوتي. هانتوما باش تاكدوا اخوتي، والله ما تدخلنا هنايا، هو با حسن بوبراني حس بيا، وصلنا هنايا ما فهم والو مسكين، وصلنا هنايا شاف هادشي هذا، قال لي يا ولدي كيفاش عملتي كتجي هنايا، ما قدرش يوقف مسكين هنا جاه البرد. ولكن اخوتي انا قلت لكم غنبقى هنايا، توصل ديك الجوج ثلاثه الصباح غادي نخرج بحالي من هنايا، ولا نشوف كيفاش غندير. المهم نحاول ما نجلسش هنايا بزاف، هنايا كنتدرق يا اخوتي غير من راه كان بنادم، كنبقى مكالمي مع العقل ديالي. وتحياتي لبا حسن انت اخوتي، والله ما تدخل هنايا، واخا تكون حقا حقا ما عندكش ما تدخلش هنايا، واخا تدخل غير بالتحدي مع شي واحد، والله ما تدخل هاد البلاصه هادي. ايوا الحمد لله، الحمد لله. الناس اللي كيدعموني والله دائما كنقولها وكنشكركم، وما عمري ننسى الخير للناس اللي وقفوا معايا. شحال من واحد كيقول لي انت درتي بزاف فيديوز في اليوتيوب وكتوري الناس فيش اللي كتعيش. شوف انا كنقسم الحياه ديالي مع الناس اللي حسوا بيا، والناس اللي قدروني، والناس اللي دعموني في الغائب، والناس اللي دعموني. كاين بعض الناس دعموني بلا ما يسميو راسهم اخوت، هذوك هما الناس كنحسبهم الناس اللي عمر هاد العام، الناس المساكن اللي عيطوا لي جوج الكلمات، مساكن كيدعيو معايا ودعموني معنويا وبزاف د الحاجات اخوتي. انا بغيت حاجه وحده، دعيو معايا والناس اللي عايشه في مدريد الخدمه. انا بغيت نخدم اخوتي لا كوزين، نخدم اي حاجه، انا الخدمه ديالي الحرفه ديالي بينتور، ولكن نقدر نخدم اي حاجه. داكشي علاش اخوتي انا كنجلس في هاد البلاصه هادي، كنبقى نتفك، انا كنهضر معكم وشوف فيها البرد، شوف كنهضر معكم وكنقول واش بصح انا كاين هنايا ولا غير كنحلم. ولكن اخوتي كنهضر معكم هيدا، رجع لي واحد الامان. علاش كاينين محسنين الناس فرحوني؟ علاش قالوا لي خويا الطنجاوي حنا غندبروك الخدمه، حنا نوقفوا معاك، غير صبر حنا غادي نعاونوك ان شاء الله. الناس بقيت فيهم ساكن كنعس هنايا، والناس اللي كتصوني عليا بالليل اخوتي راه ما كنجاوبش اخوتي دي بالليل، راه ما كنجاوبش اخوتي ديالي، والله ما كنجاوب اخوتي ديالي، مشكله ما كنجاوبش. علاش اخوتي كيكونوا بعض الدراري ناعسين قبلتي الليل، وملي كنشعل التليفون كنبقى مبان معايق انا كاين هنايا. انا ملي كنطفي التليفون ما كنبانش من بعيد اخوتي، ما كنبان حتى شي واحد بان راه كاين شي واحد في البلاصه. داكشي علاش كنقول لكم دائما الله يرحمكم الوالدين، حسوا بنا وحسوا بنا، ودائما كنقدر اي واحد اللي كيقول لي انت كتكذب. انا مقدرك خويا ولا اختي، مقدرك. علاش؟ حيت ما عايشتيش هذه اللحظه هذه. الانسان اللي جاد معايا في هاد الحوايج هذا بيدو جاري باش يتاكد باننا كاين هنا، جا مسكين عيط له تلاقيتو، جيت معاه هنايا وعرف البلاصه، وبقى مصدوم ملي جباني دخلت هنايا. الله يجازيكم بخير. الطلب ديالي واحد، الخدمه. وانا كنشكر كاع الناس، الناس اللي دعاو معايا والناس اللي دخلون عندي، كنشكركم اخوتي بزاف. والنمره ديالي اللي بغى يسقسيني على شي حاجه يدخل عندي الواتساب، هي الواتساب ديالي اخوتي، صوت لو ميساج اخوتي. ولا قدرت نحط هاد الفيديو دابا نحطو، ما قدرتش نحطو حتى غدا ان شاء الله الاثنين. المهم دابا ليله الاحد، اليوم الاحد نقدر هاد الفيديو نحطو دابا، نقدر ما نحطوش على حسب. المهم اخوتي على حسب الامكانيات ديال الويفي. وتحياتي لكم، وكنشكر بزاف العائله اللي عرضتني اليوم تغديت عندها في الدار، كنشكركم بزاف. وحقكم في الجنه اخوتي، الاخت الاخوان كاملين حقكم في الجنه، حقكم عند الله. انا ديما كندعيكم الله يسهل لكم واللي في نيتكم. انا قلبي صافي من جهه اي واحد، انا هذا الشيء اللي كنقولو دابا غنتعلمو، غنتعلم لوحيت. انا عمري ما تفكرت نتيح في هذه الظروف هذه، ان شاء الله من المستقبل ان شاء الله غادي حتى انا نفكر جي واحد النهار نعاس في الزنقه، ولا سهل لي الله وشفت واحد نعاس في الزنقه نحس بها. علاش انا قوزت؟ واخا دابا اخوتي اليوم 7 ايام ولا 8 ايام كنعاس في الزنقه، كنبات في الزنقه في البرد هنا، ما نعاس ما كيدينيش اخوتي. انا كنقتل النعاس غير بالكاس القهوه، واخا انا اصلا القهوه ما نبليش بها، ما كنشربهاش، قطعتها كنشربها غير مره مره، ولكن
كنعاس اخوتي ديك القهوه صراحه في ديك القهوه كنعاس بها او هذه كنطير بها النعاس. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي تحياتي لكم وكنتمنوا الله تحسوا بيا وتحياتي لكاع الناس اللي وقفوا معايا. خويا عاف دير بلوك رام رام بلوك بالباو خويا دي دي ما نساوش الاخ ديالنا اش اللي كيقول الاسم ديالو يا ربي كننسى عمر ريفي ما ماروكو توا مسكين كي بارطاجي ما نساوش خويا الزين شنو كيقولوا له سفيان مرزوقي كلشي الدراري خديجه الاخت ديالي. المهم خوتي اللي ما سميتيش يسمح لي حيت العقل مخربق راه كيجيو لي الاشعارات كسبارطاجي والله يجازيكم بخير والله يرحمكم الوالدين وتحياتي لكم اخوتي هذا الشيء اللي عطى الله اخوتي.